السلام عليكم أحبتي وأصدقائي متابعي قناتي الأعزاء، أتمنى تكونون بخير وصحة وعافية، وجناكم آخر أخبار الكرة العراقية ومستجداتها. لكن كالعادة لا تنسون أن تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس، رأيكم يهمني، ادخلوا صندوق التعليقات ولهم تضغطون لايك وشيرون الفيديو. يلا نبدأ الفيديو بالصلاة على محمد وآل محمد. في تصريح مقتضب لرئيس الاتحاد العراقي الكابتن عدنان درجال عن منتخبنا الوطني، حيث قال ان العراق هو عراق عظيم ويجب ان يعود الى الريادة والساحة الدولية من جديد. وفي تصريح للنائب الثاني رئيس الاتحاد العراقي الكابتن يونس محمود، حيث قال بكل تأكيد ان الاتحاد العراقي يبحث عن مصلحة منتخبنا الوطني، وهو يتابع كل صغيرة وكبيرة تخصه، وعلى وجه التحديد في التصفيات الحاسمة المؤهلة لكأس العالم 2026. بالتالي نطمح أن تكون جميع الأمور بأفضل حال ودون أي معوقات لتحقيق هذا الحلم. وأضاف النائب الثاني رئيس الاتحاد العراقي كابتن يونس محمود أن الاتحاد العراقي لكرة القدم سوف يخاطب كل من الاتحادين الآسيوي والدولي لمعرفة الملعب الذي سوف يستضيف مواجهة منتخبنا الوطني أمام شقيقه الفلسطيني وبشكل رسمي. فحسب ما علمنا أن الاتحاد الدولي قد حدد اليوم 25 من هذا الشهر موعدا نهائيا لتحديد المنتخبات للملاعب التي سيتبارى عليها من التصفيات وحسب المواعيد المخصص لهذه المباريات، والتي سوف تنطلق في الشهر الثالث من العام المقبل. وتابع يونس محمود في حال اختار الاتحاد الفلسطيني كرة القدم خوض مبارياتنا في ملعب أردنية سنتواصل معهم بهذا الخصوص قبل تقديم اعتراض رسمي الجهات المختصة في الاتحادين الدولي والآسيوي لنقل المباراة إلى خارج المملكة الأردنية الهاشمية وإلى دولة عربية أخرى أو أي دولة من دول المنطقة يختارها الاتحاد الفلسطيني. وأضاف يونس محمود ليس لدينا أي امتعاض من الملاعب الأردنية، لا سيما أننا سنخوض آخر مواجهتنا في التصفيات هناك، لكن فيما يخص خوض مبارتين على أرض منافس مباشر على نيل البطاقة المالية لكأس العالم سنطلب تغيير الملعب، وهو واحد من أبسط حقوقنا. لكن مع ذلك منتخبنا الوطني لديه ثقة كبيرة في خوض المباريات في أي مكان يختاره الأشقاء بالاتحاد الفلسطيني، وكان المنتخب الفلسطيني الشقيق قد لعب مواجهته السابقة أمام منتخب كوريا الجنوبية في الجولة السادسة في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث من المتوقع أن يختار المنتخب الفلسطيني خوض مواجهة العراق على ذات الملعب في استاد عمان الدولي. وكان الأمين العام للاتحاد الفلسطيني السيد فراس أبو هلال قد صرح قائلا أن مباراتنا أمام منتخب العراق محددة على استاد فيصل الحسيني في العاصمة الفلسطينية القدس، ولم يتم تحديد أي ملعب آخر حتى الآن. مع منتخبنا الوطني، حيث أكدت مصادر بأن مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس في انتظار قرار الاتحاد السعودي بشأن المنتخب الذي سيشارك به في بطولة كأس الخليج في الكويت واللي راح تنطلق الشهر القادم، حيث تؤكد الأنباء أن المنتخب السعودي قد يشارك بالمنتخب الأول بطلب من المدرب هيرفي نيراند الذي يرغب في تصحيح مسار الفريق قبل استئناف مباريات التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة لكأس العالم 2026. وأكدت هذه المصادر أن الاتحاد السعودي قد قرر إيقاف مباريات دوري روشي السعودي خلال فترة كأس الخليج، بالتالي فإن لاعبي منتخبنا الوطني المحترفين في نادي الوحدة السعودي يوسف الأمين ومحترفنا في نادي الرياض السعودي إبراهيم بايش سيكونان تحت تصرف المدرب الإسباني في هذه البطولة، وهو ما يتمناه كاساس الذي يرغب بالمنافسة والدفاع عن اللقب العراقي في خليجي 25 والإقليم في محافظة البصلة. وأكملت المصادر بأن كاساس على الرغم من قراره بمنح الفرصة الأكبر لأكبر عدد من اللاعبين الذي لم يتحصلوا على الفرص السابقة، إلا أنه في ذات الوقت يريد فريق يتنافس به يضم أيضا عدد من اللاعبين الأساسيين والذين يشاركون في مباريات التصفيات. وبالتأكيد فإن إبراهيم بايش ويوسف لمين هم من العناصر المهمة جدا لدى الإسباني خيسوس كاساس الذي يتطلع لإحداث الاستقرار في صفوف منتخبنا الوطني بعد عدة سنوات من التجريب. أضافت هذه المصادر أن مدرب منتخبنا الوطني كاساس يصب تركيزه حاليا على خليج 26، إذ يرغب المدرب بتحقيق النتائج الإيجابية كما أسلفنا سابقا، إلا أن هذه البطولة على الرغم من كونها بطولة خارج أمل في بدي لن تشهد مشاركة أبرز لاعبي منتخبنا،
نتيجة عدم موافقة أنديتهم بالسماح لهم بالتواجد مع منتخبنا الوطني في هذه البطولة. وأضافت المصادر أن كاساس لديه قائمة طويلة جدا من لاعبين ربما تتخطى أكثر من 140 لاعب، تضم لاعبين من دوري نجوم العراق المحترفين، وتضم أيضا لاعبين محترفين في الدوريات الأوروبية والعالمية. الكاساس أراد ضم أغلب هؤلاء اللاعبين في الفترات الماضية، لكنه في ذات الوقت واجه عقبة تتمثل بضيق الوقت وصعوبة المواجهات المتمثلة بالتصفيات الآسيوية الحاسمة المهلة كأس العالم 2026. ولعل أبرز هذه الأسماء التي تحظى باهتمام مدربنا كاساس هو حارس مرمى نادي زاخو علي كاظم، إذ يبدأ كاساس إعجابه الكبير بمستويات التي يقدمها هذا الحارس، لكنه لم يرغب المجازفة والشراكة في المباراة الرسمية التي كان يحتاج فيها المدرب إلى حصد النقاط والتصفيات، لذلك لجأ إلى خيارات أخرى. تابعت هذه المصادر بأن الحارس علي كاظم سوف يحضر بقامة مدربنا كاساس في خليج 26 بالكويت، لكن ذلك أيضا مرتبط بوضع فريق نادي زاخو، هل سيوافق على تفريغه في حال استمرار دوري نجوم العراق. لكن ما هو مؤكد أن الحارس يرغب بشدة في تمثيل منتخبنا الوطني ويريد أن يقدم أوراق اعتماد ليحظى بثقة مدربنا كاساس. الأمر لم يتوقف على الحارس علي كاظم، بل هناك حارس عراق محترف في الدوري الدنماركي ألا هو محمد حسن، اللي متوقع أن يتلقى دعوة رسمية من خيسوس كاساس. الحارس متواجد الآن في أجندة مدربنا كاساس، وهو يلعب في صفوف نادي إيشوج الدنماركي، ولديه عرض رسمي بالانضمام إلى نادي القوة الجوية، والمفاوضات واصلة إلى مرحلة متقدمة. أما عن بقية لاعبين في المراكز المختلفة في منتخبنا الوطني، فقد أكدت مصادر بأن هناك محاولات كبيرة يقوم بها مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس بالتواصل مع إدارة نادي كويس باك رينجرز الإنجليزي للسماح بلاعبنا ألكسندر أوراها بالالتحاق في بطولة خليج 26. أما عن لاعبنا علي جاسم، فقد أكدت مصادر بأن كاساس نصح لاعبنا علي جاسم بمواصلة العمل والتدريب مع نادي الإيطالي نادي كومو وكسب الخبرة من خلال تواجده في ثاني أقوى دوريات العالم. مدربنا كاساس لديه تواصل مع المدرب الإسباني فايبرغاس وتربطه علاقة قوية معه، هذا الشيء يصب في مصلحة لاعبنا علي ومستقبل تواجده في الدوريات الأوروبية للسنوات القادمة. وكانت مصادر قد أشارت بأن نادي الاتحاد السعودي مهتم جدا بالتعاقد مع لاعبنا المحترف في كوم الإيطالي علي جاسم، وعلى سبيل الإعارة أو شراء بطاقة اللاعب رسميا. فأنتم كجماهير عراقية بماذا تنصحون اللاعب علي جاسم، البقاء في الدوري الإيطالي وتطوير قابلياته أم الحضور إلى الدوري السعودي وتحديدا مع نادي الاتحاد السعودي؟ أما عن مهاجمنا علي الحمادي، واللي شارك بديلا مع ناديه نادي إبسشتان في الدقيقة 81 من عمر المباراة اللي جرت أمام نادي مانشستر يونايتد، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. أما عن إبراهيم بايش، اللي شارك أساسيا طول دقائق المباراة مع نادي الرياض، اللي تعادل سلبيا بدون أهداف مع الاتفاق السعودي ضمن منافسات دوري روشن السعودي.